صباح النور. صباح النور على جديد. كيفنا؟ منيح. معانا سلم. سلم في الارض. صح. هو اللي حنستعمله في تمارين اليوم، اخبرنا اكثر. اليوم التمارين اللي رح نستعملها على السلم هي خصوصي لنقوي عظام الاطفال لحتى نطنط على السلم بطريقه صحيه وصحيحه، ويكون عندهم عظام واية للمستقبل بس يكبروا بالعمر، ما يصير عندهم ترقق. هي بتبلش من نحن وصغار مش بس نكبر. حلو. طيب اللي ما عندهم سلم في البيت جان بيير كيف ممكن يتصرف؟ كلنا عندنا تلزيقه بالبيت، فينا نرسم شكل سلم، نحط سكوتش تيب او بالطفشوره اللي بنستعملها بالمدرسه كمان نرسم. اذا بتذكر نحن صغار كنا نلعبها هذه اللعبه، نرسم السلم وننط عليه. سو فينا نرسم السلم ونستعمله، ما في عذر يعني انه ما فيهم يعملوه. وكل يوم انا نلزم اطفالنا بالتمرين فيها، كل يوم يعملوا التمرين. فينا نكون اذا بدك نحن الديمو او الديمو اللي عم نعمل قدامهم الحركات وهن بيتشجعوا يعملون ورانا. يمكن بيعطي حافز اكبر كمان، لانه الاطفال الان، اطفال الان غير اطفال قبل. زمان كان الاطفال حركين اكثر وبيعملوا تمارين رياضيه ونشيطين، الان اصبح كل وقتهم امام الاجهزه وامام التليفون. صحيح. وخصوصي انه هلا صار في عندنا كورونا، يعني صاروا مجبورين يدرسوا بالبيت. صح. ما وقف في ملاعب مدرسه، ما وقف في ملاعب فوتبول يروحوا عليها، ومضطرين نعمل لهم اكتيفيتي بالبيت تكون منيحه لصحتهم ولعظامهم. طيب خلينا نبتدي. يلا التمارين رح تكون كثير سهله ومسليه. رح نبلش على السلم، رح نستعمل السلم ورح نستعمل الستاب. الستاب اللي هي درجه بالبيت، حيلا درجه فينا نستعملها. السلم رح نبلش نحمي عليه بهذه الطريقه، رح نجرب نصيب كل خليه خليتها على راس اصابعنا كمان بهذا الشكل لحتى نحمي جسمنا وما نمزق ولا اي عضله. رح اذكر بشغله كثير مهمه، نتاكد من حذاء اولادنا انه مشدود مزبوط لحتى ما يدعسوا دعسه غلط طفله اجرهم يكسروها. طيب وهنا السؤال، يمكن انت نبهت جان بيير انه الاحذيه مخصصه لانواع مختلفه من الرياضه واللي ما بننتبه له دائما. الحذاء المخصص للتمارين الرياضيه هو المنزليه، هو رياض الحذاء، حذاء الركض مثلا. حذاء الركض بيمشي تبع التنس بيمشي، بس مش تبع الباسكتبول لانه بيكون عالي. طيب ممتاز. يلا رح نرجع نجرب النط بالاجرتين كمان، منصيب كل وحده بهذا الشكل. رح روح وارجع انا وهيك بيكونوا اولادنا عم يتعلموا الحركه. اذا ملاحظين انا ما عم بلقي كعب اجري على الارض، على طول عم بستعمل راس اصابعي. رح نط بشكل سكوات، وحده جوا رح نط وحده برا نفس الشكل، كمان جوا كمان برا مثل ما شايفين. رح جرب سراعه هذا الشكل، بكون قد ما اكلوا بالبيت ما رح ينصحوا. هلا نحن فينا، رح اسحب سلم شوي لهون، رح نروح بالسكوات بس نروح كل ميله مثل الاكس، يعني بهذا الشكل. هلا محمد رح تطلع تجرب وحده انت. بهذا الشكل هيك مثل ما شايفين. بنرجع كمان بنعيده بعض مره بسرعه. هلا بننط الاجر وحده، فيك محمد ساعدني اذا بدك. يلا بس من النطة اجر وحده. انا مبسوطه يعني بهذا الشكل. انا بعرف ساره مبسوطه. انا مبسوطه جدا على اجر وحده على الاخر. على الاخر بنرجع بالاجر الثاني. يلا يلا قيميني ساره. مدرب الرياضه محمد غملوش. انا بعرف انك لعيب فوتبول. هاي كنا نستخدم كثير تمارين فوتبول، كثير كنا نستخدم السلم تمارين فوتبول. هلا هي مش بس بتقوي العظام، هي بتقوي التركيز كمان. هلا فيك بالاجرتين اذا بدك مش كانه عم تلعب سكي بهذا الشكل. هذه حضياني شوي. يلا جربها. يعني الدخول بالرجل اليمنى وبعدين للشمال. صح. اوكي. صح. بدك تسيبهم اثنين. هلا هي مثل ما قلت لك بتزيد التركيز، لما نتمرن عليها كذا مرة بترجع بتزيد التركيز. تمام. فيك تقعد محلك لكفي. شكرا جون بيير. شو رح أعمل أنا هلا؟ رح جرب أشتغل على السلم من الأول. رح فوت الإجرتين وطلعهم، رح أعملها بشكل بطيء. رح ارجع سراها بس ليشوفوا المشاهدين كيف عم تكون بهذا الشكل. اذا ملاحظين هلا اذا بدنا نسرعها شو بنعمل؟ بنروح بسرعه وهون بتزيد عمليه التركيز مثل ما شايفين. فت باجر وطلعت بالثاني وهي بتسرع دقات القلب. فاذا حدا عنده مشاكل بالقلب بده ينتبه قبل ما يبلش يعملها. خلصنا هيدي، رح نطلع جنب بهذا الشكل. هون شو بنكون عم نعمل؟ عم نتمرن وعم نقوي عضلات اجرينا بنفس الوقت.
هلا بس خلص هيدي رح ريح شوي عن السلم، رح روح على السر. شو رح يصير على السر؟ هلا درجة بالبيت حط اجر عليها، نجرب النط شكل سكوات بهذا الشكل، اعملها 10 مرات. رح نقول لتاني ميل كمان بنفس الطريقة. إذا شايفين كل جسمي عم يتحرك حتى معك عم تشد لأقدر اطلع، رح ابرمها بهذا الشكل. رح جرب انا عم بطلع نط انزل، يعني عم جرب كل الحركات يكون فيهم امباكت صغير على الاجر على الجسم بهذا الشكل. هلا بدي صعبها اكثر، بصير بدي اعلي اجري اكثر هيك. وهذا التمرين صباحي فيهم يعملوه الاهل، مش ضروري للاولاد، يعني حتى اذا معهم 10 دقائق بيعملوه. صح، يعني صح. كل التمارين ممكن للاهل وممكن للاولاد الاثنين، ممكن يعملوهم مع بعض بيكون احلى. صح، بس انا انتبه لشغله، بنعمل لك دراحه رجعه ما يفوتوا ببعض، اوقات بيتحمسوا كثير بيعوروا بعض. رح نط على الستيب بشكل سكوات بهذا الشكل. بدي انتبه كثير منيح انه تكون مثبت الستيب حتى ما يصحطوا تحت. رح نط 10 نطات، بنزل كمان بنزل بثاني اجر، اذا ملاحظين كل مره عم بنزل باجر لحتى شغلهم الاثنين. هلا بدي صعبها اكثر، نطلع ورا، نطلع قدام، نطلع ورا. رح جرب الحيط. شو بنقول للاولاد؟ كيف نقويهم جسمهم من فوق؟ نلقى الحيط بنقول لهم يكبوا حالهم لجاي الاخت. اذا بنوقف وراهم بس. صح، بهذا الشكل. هلا ما صعبها، صعبها بنقول لهم يزقفوا ويرجعوا. كل ما نزلنا كل ما صارت اصعب. بهذا الشكل. هون شو بنكون عم نحط ضغط على قسم العلوي ايدينا والجزء العلوي من الجسم. بس نخلص هيدي نرجع بنروح لنصعبها شوي على السلم. كيف رح تصير؟ رح نجرب ننقل كل جسمنا شمال كل جسمنا يمين بهذا الشكل مثل ما شايفين. هو الاكثر شيء بيعملوها لعيبه فوتبول. صح، فانا عم بعملها بطيء كمان مشاهدين. فينا نسرعها بهذا الشكل. هي شو بتزيد لهم؟ بتزيد لهم قدره التركيز لحتى يقدروا يسيبوا الخليه مثل ما لازم بهذا الشكل. رح نسرعها شوي مثل ما شايفين. هون شو بنكون عملنا؟ شغلنا كثير الجسم من تحت. فينا نسليهم اكثر. شو بنقول لهم؟ بنقول لهم ياخذوا وضعيه بوش اب، اكيد ينتبهوا على اسنانهم ما يوقعوا، بيرجعوا لورا، بيرجعوا بيقربوا لقدام، بيرجعوا لورا. اذا ملاحظين عم برجع اقرب بايد اليمين قبل، رح جرب الشمال. هون بكون عم شغل الجسم. يعني ممكن يكون بديل لتمرين البلانك للاطفال لانه صعب بملوا، ما ممكن ينتظروا وقت طويل فكده. لا، لانه في حركه حيعملوا. صح، في حركه بيتسلوا بيضحكوا اذا وقع بنلمه، يعني هذه كلها الحركات بتخليهم يتحمسوا يشتغلوا. تمام، فبنخلص بنرجع بنكفي بنروح على الجامبنج جاكس يلي هي بهذا الشكل. عم نحرك ايدينا واجرينا بنفس الطريقه اذا ملاحظين. نرجع كمان. اذا بتلاحظوا ايدي عم يفتحوا بس يكونوا اجري برا. كمان هيدي بدها تركيز، تركيز عالي. قد ايه فيها حرق لسعرات حراريه، يعني مش بس تقويه للعضلات، بنعمل اذا الطفل بيعاني من وزن زائد لربما. صح، فينا نعمله كل يوم هذا التمرين. صح، فينا نعمله اياها كل يوم ونقوي له عظامه، وبنفس الوقت بكون عم يحرق كالوري، ما عم تخاف شو اكلت اليوم اذا احنا كنا بالشغل. اصعب جزئيه عند تمرين الاطفال انه نديهم طريقه التنفس الصحيحه. صح، مع التمارين. كيف ممكن، يعني اذا بتعطينا افكار انه كيف ممكن نرشد الاطفال انه كيف يتنفسوا مضبوط خلال التمرين؟ يعني نحن بهمنا كثير بتمرين الكارديو ما ينسوا يتنفسوا، يعني ما يحبس نفسه هو ليخلص السلم. على طول ما ذكره يتنفس والجسم لحاله بيتنفس. بينما التمارين الرياضيه اللي فيها مثل البوش اب كل شيء فيها ضغط، ولازم هو على الضغط يكب الهواء من جسمه. ووقتها يكون عم ينزل يرجع بياخذ هواء. هيك بتكون طريقه التنفس. بس الكارديو كثير مهم ما يحبس نفسه، لما يكون مركز بيحبس نفسه ليركز اكثر. هذا شيء خاطئ. طيب جون بيير، النقطة بس كمان مهمة بتمارين الأطفال، دايما كنا نسمع نحن صغار ما تحمل وزن بإيديك لأنه بتبطل تطول. هيدي الشائعة يمكن عند الأهل أنه بيخافوا على أولادهم يتمرنوا أي نوع من لربما ولو إضافة أوزان قليلة بس لأنه بيخافوا ينقص من طول الولد أو من نموه. قد إيه مضبوطة الفكرة؟ هلا في مدرستين بينقص طوله. في مدرستين بيقولوا، ناس بيقولوا هيك وناس بيجي بيقول لك خذ مثل صغير اللي هو شنطة المدرسة، ليش وزنها؟
وزنها شيء 20 بلبنان. نحن وصغار نضلنا نحملها لنكبر، فبقى لا اكيد كنا عم نطول وكنا عم نصير صح بشكلنا الطبيعي. هيك بنكون خلصنا كل شيء تقريبا. شكرا جون بير فغالي على المشاركة. ان شاء الله المشاهدين استفادوا وانتم استفدتوا. اكيد جون بير دائما معودتنا على الاستفادة انتم. يلا اليوم محمد حيطلع من الاستوديو حيروح يشتري السلم ولا التاب؟ حاشي سلم واجي واخذ باسل ونروح نتمرن سوا. اتفقنا. اذا المستشار في الصحه واللياقه البدنيه جان بيير فغالي، شكرا جزيلا على تمارين.